ابدا معاك يا استاذ خالد بنقطه كده يمكن تكون مختلفه شويه. المشهد ده مذاع على العلن، والعلن ده مش مقتصر بالمجتمع المصري او في مصر بس تحديدا، لا الحقيقه العالم كله بيشوف انعكاس الصوره الديمقراطيه صحيح. دي وانعكاس الصوره المتحضره بشكل كبير اللي احنا بنتابعها بكل فخر لاي حد مصري حر، فخور ببلده بالمشهد ده، فخور كمان بقد ايه مصر بتحقق خطوه سياسيه وبتشكل وعي سياسي لدى المواطن المصري، والمواطن المصري عارف ايه اللي ليه واللي عليه والنواب وهذا التصويت والمشهد اللي احنا بنشوفه ده. ده انعكاسه ايه على سمعه مصر ومكانه مصر الخارجيه بشكل كبير جدا، ومستوى وعي المواطن المصري عشان يقدر ان هو ينجح في ايصال وتحقيق هذه الخطوه السياسيه المهمه. يعني خلينا نتكلم انه الحقيقه المشهد النهارده كان مسك الختام لكل المشاهد السابقه منذ بدء انتخابات مجلس الشيوخ ثم انتخابات مجلس النواب ثم وصلنا الى المشهد اليوم. الحقيقه المشهد كله على بعضه لما نبص له من زاويه واحده المشهد رائع. المشهد بيقول ان في شعب خرج واختار بحريه ونزاهه، في نواب بيمثلوا هذا الشعب دلوقتي حضروا في الجلسة، كان في جزء مهم من المشهد التزام كل النواب والتزام إدارة مجلس النواب، والحقيقة احنا بنوجه الشكر لكل الناس لأن ده كان مشهد مهم جدا. قد إيه في التزام بالإجراءات الاحترازية، قد إيه في احترام لهذه الإجراءات، لأنه مشهد زي ده على الهواء أكيد هيدي رسالة إيجابية لكل الناس إن في خطر وإن كلنا لازم نلتزم وإن محدش ينفع يتهاون. الأهم من كل ده إن الانتخابات تمت على الهواء مباشرة. النواب اختاروا رئيس المجلس، بيختاروا بعد كده الوكيلين. الحقيقه هي دي الديمقراطيه اللي احنا كنا بنتمناها من مجلس النواب لما الناس خرجت وانتخبت في نزاهه وشفافيه. والبدايه كده بتقول ان احنا قدام مجلس نواب مختلف، قدام مجلس نواب جديد، قدام مجلس نواب قادر على ان يمثلنا تمثيل صحيح وتمثيل حقيقي ويعبر عن اراده هذا الشعب اللي انتخبه ويحقق طموحات وتطلعات هذا الشعب. طيب استاذ خالد بالنسبه للنقطه دي يعني خلينا نتكلم بشكل صريح جدا. الحقيقه يعني اي بيت مصري كده هتلاقي فيه بعض المعتقدات، والحقيقه كان ليهم حق في لحظه من اللحظات في التاريخ المصري المنقضي. البعض كان بيشوف ان اي حد بيدخل مجلس النواب ده فهو بيبقى فيه سرعه عليه واقبال عليه بشكل كبير جدا نظرا للوجاهه الاجتماعيه ونظرا للاضافات التي كانت يعني تكون موجوده بالنسبه لمكاسب ممكن تتحقق بشكل كبير. فطبعا كان بيبقى فيه مش عايزه اقول تكالب، لكن بيبقى فيه سرعه في الاقبال وان دي حاجه يعني لازم تكون بالواسطه وكواليس كده احنا كلنا كمصريين عارفينها. لكن المجلس ده الحقيقة بيختلف بشكل كبير جدا عن كل الأحداث اللي احنا شفناها قبل كده. الخروج من مفهوم أو من معتقد الوجاهة الاجتماعية اللي هي هتبقى موجودة في مجلس النواب، وإن فعلا يكون الأعضاء والمرشحين في المجلس ده فعلا هم على قد المسؤولية وهيضيفوا للمواطن المصري وهيضيفوا لمصر بشكل عام في التنسيق ما بين السلطة التنفيذية والقضائية والتشريعية وأيضا كمان يعني اكتمال الصورة بالنسبة للمواطن المصري. يعني خلينا نقول انه القصة ما هياش قصة وجهة اجتماعية. النواب البرلمان في أي دولة من دول العالم هم جزء من نخبته السياسية. نخبته السياسية اللي دايما بيسلط عليها الأضواء ودايما محط الأنظار. وبالتالي هم نجوم من نجوم هذا المجتمع. لكن الحقيقة القوانين التي تم على أساسها انتخاب البرلمان ده تحديدا بتقول إن احنا قدام برلمان جديد مختلف اللي تم انتخابهم وبدأوا اليوم ممارسة عملهم هم بيتحملوا مسؤولية كبيرة جدا ولا يحصلوا على المكاسب اللي كان بيحصل عليها نواب سابقين. يعني صحيح. المسألة ما بقتش انك تدخل مجلس النواب عشان تحقق مكاسب شخصية لنفسك. يعني حتى بدلات اللجان بدلات الشهرية للنواب اللي تم وضع الحد الاقصى ليها نصا لا تتجاوز 20,000 جنيه، فانت بتتكلمي عن في النهايه ان في لا يوجد مكاسب ماليه او مكاسب اقتصاديه يمكن للنائب ان يحققها من وراء التواجد داخل هذا البرلمان.
كمان هناك قانون بيمنع تعرض المصالح ويمنع النائب بشكل مباشر من أنه يستفيد من عضويته في المجلس علشان يحقق مصالح شخصية سواء في عمله الخاص أو في عمل أي من أقاربه من الدرجة الأولى. وبالتالي احنا قدام قوانين واضحة بتقول بشكل واضح وصريح أن هذا النائب تم انتخابه ودخل مجلس النواب حتى يقوم بدوره الرقابي وبدوره التشريعي ويتفرغ لهذا الدور، ولا يوجد مكاسب يمكن أن يحققها، لأنه في النهاية الحصانة اللي حصل عليها النائب هي حصانة تمكنه من أداء هذا العمل ولا تمكنه من تحقيق أي مصالح شخصية.